السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بالولاعة ديالنا، ومرحبا بالإخوان وجميع المولوعين وجميع الميادين ديال الطيور والحيوانات. في هاد النهار هذا وفي هاد الحلقة هذه إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم إن شاء الله. مزيان، وشحال من واحد باغي يعرفو، وشحال من واحد باغي يعني يعرف البراتيك ديالو مثلا، وان شاء الله غادي يكون على الخير. اللي كنطلبوا منكم شويه ديال الدعم باش دائما تلقاو فيديوهات مهمه. الناس اللي كتقلب على بزاف د الحوايج غتلقاها ان شاء الله. وهذا الفيديو هذا غادي يهضر على يعني المرحله الاولى ديال الببغاء اللي كيكون مستريسي، يعني كيقوم بعمليه ديال النتف ديال الريش وبزاف ديال الحوايج. حنا كنهضروا شوف الناس، وان شاء الله ما يكون على خير. انا كنقول لكم العون ديالكم، الله يجازيكم بخير. شويه ديال الدعم اخوتي، الدعم، بارطاجيو معايا فيديوهات، تسجلوا معايا في لاشين ديال اليوتيوب، تابوناو ومرحبا بالجميع. الموضوع ديالنا بعدا غنبداو كيفاش غادي نحصلوا على ديك البياسه اللي كتكون بحال الطوق على اللي كنعملوها، طوق على الببغاء، اي نوع ديال الببغاء باش يبقاش مستريسي، وكتعاونوا على انه ما يبقاش ينتف الريش ديالو. فهمتيني؟ مثلا هنمشيو لاي معمل، اي معمل ولا اي خياط ولا اي واحد نوصيو على رولو ديال الخيط، كيكون جامع الخيط. ها هو جوج، انا راه قطعته، حيدت ليه داك هذا، قطعته كيف ما كتشوفوا معانا. انا قطعت ليه هذه، بلي كنقطعوه وسهل باش تقطعوه اخوتي. ها هو شفتو كيفاش تقطع، هاكا تعملوها كيتقطع. عندنا هذا الحجم، هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا معانا. ها هو كيف ما كتشوفوا، هاد المنطقه هذه، ها هي هاد المنطقه، هي اللي كنحيدوها. كتحيدوها بشي موس سخون ولا بالمقص ولا هادي. ثاني حاجه كندير واحد الشق، كتشوفوا كيفاش معانا هاد الشق هذا. هاد الشق هذا، هاد الشق هذا هو منو اللي غادي ندخلو البيروكي العنق ديالو. الى الطريقه كيفاش كتدخل البيروكي العنق ديالو، يعني باش يعني صعيبه شويه باش نفهمكم في الفيديو بالبيروكي، يعني شويه كتعكس الامور ما بيناتي. باش ما نطولوش عليكم الفيديو ونسهلو عليكم مصعب، غنحاولوا نخصو لكم كلشي. المهم بلي كنقطعوا بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، ها هي كتعمل لها هكذا، كتخشيها في العنق ديال البيروكي، وكتطلقها. ملي كتطلقها هي بوحدها كتسد، كتولي بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معانا. كنتمنوا تابونيو معانا الفيديو، وكونوا معانا الفيديو حتى الاخر مازال باش تعرفوا كلشي مزيان بالضبط. ابونيو وبارطاجيو معانا، وان شاء الله من يكون على خير باش تلقاو ديما الجديد. كيف ما كتشوفوا معانا، هذا هو البيروكي اللي مستريسي كيف ما كتشوفوا معانا. طلع طلع ان شاء الله. حنا نديروا له هاد 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 الطوق، وان شاء الله ما يكون على خير. وتشوفوا كيفاش كتجي العمليه، وان شاء الله اللي هاد تحسن يعني الصحه ديالو وما يبقاش ينتف، عاود ندير لكم فيديو واحد اخر باش تعرفوا الطريقه كيفاش كتستمر وكيفاش كتكون النتيجه ديالها كبيره. كيف ما كتشوفوا معنا كيفاش كتجي العنق ديالو، يعني كتحاول تحميه من العنق ديالو. دابا ما عجبوش الحال، حيت باقي ما مولفش عليها. مؤقتا كيف ما كتشوفوا معانا، يعني كتحميه من الجسم ديالو باش ما يحاولش يلحق له مازال ولا يحاول ينتفو مازال. ما كتشوفوا معانا، يعني
كما كتشوف معانا دابا راه خايف، خايف يعني خايف من هذاك الطوق اللي يعني ندور على عنقه كما كتشوف معانا. لا لا ما تخافش ما تخافش انت، ما تخافيش ما تخافيش. لا ما تخافش ما تخافش، صافي 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 صافي. جلس جلس انت جلس انت، ما تخافيش ما تخافيش. صافي صافي صافي. عنده نهار واحد يعني بيروكي باش يتأدبط مع هاد الطوق هذا، نهار واحد باش يتأدبط مع الطوق وكيولي مزيان، نهار واحد كيتأدبط معاه. صافي 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 صافي. متعصبش متعصبش كيما كتشوفو معانا. وكنشكركم والدعم اخوتي، الدعم الدعم باش حتى حنا نتالقوا ويبقى لنا حتى حنا يعني تكون عندنا يعني الولاعه ماشيه مزيان وما يبقاش فيها المخاطر وما يكونش فيها المشاكل. ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله. جيم شكرا بزاف، بارطاجيو اخوت، ابوناو.